مساء الخيرات والبركات مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في العدد الأول من برنامج نحو البرلمان في هذه الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سنة 2023. كان هناك الدور الأول وباح بأسراره وبنتائجه، كانت نسبة التصويت نذكره في الدور الأول 11.22%. هذا هو الدورة الثانية بعدما استوفت كل الطعون أجالها، ونذكر أنه 131 دائرة معنية بهذا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، 262 مترشح. التلفزة الوطنية التونسية دأبت القناة الوطنية الأولى أن تواصل مع برنامج نحو البرلمان، هي فسحة حوارية ونافذة وإطلالة من المترشحين على ناخبيهم حيثما كانوا، فرصة باش يتعرفوا عليهم، خاصة ونعرفوا أنه هذه الحملة الانتخابية في الدور الأول لم تقدم يعني مساحات كبرى من التعارف بين المترشح والناخب. اليوم في برنامج نحو البرلمان باش نترافقوا من اليوم 15 جانفي حتى اليوم 27 جانفي بإذن الله تعالى. تعرفوا يوم 28 جانفي هو يوم صمت انتخابي، ويوم 29 جانفي باش يكون النمر إلى الاقتراع وصناديق الاقتراع للدور الثاني، ويكون القول الفصل أكيد للسيد الناخب الكريم للمواطن التونسي. نحب نقول لكم أنه كل الحاضرين معنا هذا المساء وكل الأماسي القادمة بإذن الله كانوا تم اختيار اسم عبر عملية قرعة صارت في مقرب مؤسسة التلفزة التونسية بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبحضور عدل تنفيذ. إذن العملية في إطار شفافية كاملة تابعتها ورزتها الكاميرات وتابعت كواليسها في نشرات الأخبار. اليوم حاضرين معنا في كل نصف ساعة حاضرين معنا زوز مترشحين اللي هما متنافسين على مقعد بدائرتهم، وفي النصف الساعة الأولى باش نستقبلوا زوز ضيوف، وفي النصف الساعة الثانية كذلك، وفي النصف الساعة الثالثة زوز ضيوف آخرين. اليوم نحب نعطيكم في نصف الساعة الأولى حاضرين معايا الآن في البلاتو، وسعيدة جدا هم حاضرين معنا وأنهم تنقلوا لنا الحقيقة من قفصة لكتار بالخير اسناد هذه هي الدائرة الانتخابية. نحب نرحب بسي نوري الجريدي، مرحبا بك سي نوري. مرحبا بك، نورتنا هذا المساء. شكرا جزيلا على الاستضافة، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المتفرجين. يعيشك، جزيل الشكر. سي نور الدين الحيدوري مرحبا كذلك، حضرتك مترشح جيتنا من قفصة ومترشح عن الكتار الخير بالخير السند، مرحبا. مترشح عن دائرة الكتار بالخير السند، شكرا. مرحبا بك. إذا نبدأ مع الأسئلة، وباش تكون الأسئلة ونحب نفهمكم القانون العمل جاري به العمل في برنامج نحو البرلمان، باش تكون مخصصة لكل سؤال. عندنا خمسة أسئلة، نفس الأسئلة باش تلقى عليكم، وكل مشارك معنا كل مترشح عنده زوز دقائق، لازم يستغل زوز دقائق هذوما، إذا ما استغلهمش يعني الوقت يمشي عليه، يعني ماهوش مراكمه للوقت، بل كل سؤال لازم يستغرق الاجابه عليه دقيقتين، تستغلوهم على اكمل وجه، نتمنى ذلك. نبدا سيد المخرج وزملاء في الريجي مع السؤال الاول. السؤال الاول هو يقول اذا نحب نبدأ قبل ما نبدأ في الأسئلة، هات نتعرفوا على ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الورقة التالية مع زميلتنا أنيسة الحجري. المترشح نور الدين حيدوري عن دائرة الكتار سند بالخير من ولاية قفصة، يبلغ من العمر 43 عاما، متحصل على شهادة تقني سامي في الهندسة الميكانيكية، وهو إطار بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، وناشط سابق في منظمة العفو الدولية وفي اتحاد عام طلبة تونس، وهو أيضا من مؤسسي اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.
تحصل على 848 صوتا في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 13.25%. المترشح النوري جريدي عن دائرة الكتار سند بالخير من ولاية قفصة يبلغ من العمر 49 عاما، متحصل على الأستاذية في اللغة والأداب العربية بكلية الأداب بسوسة، وهو أستاذ تعليم ثانوي بمعهد الفارابي بالكتار، شغل سابقا منصب مدير لمعهد الكتار ولإعدادية ابن الجزار بسند، كما كان كاتبا عاما لنقابة التعليم الثانوي بسند ورئيسا لجمعية الزيتونة للمسرح بسند. تحصل على 639 صوتا خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 9.99%. بين احنا نقولوا فليتنافس المتنافسون، ان شاء الله بالتوفيق لكليكما وللسيد الناخب الكريم سديد النظر. نبداو مع السؤال الاول. السؤال الاول نتوجه به لكل من سي نور الدين الحيدوري وسي نوري الجريدي. نبداو بالسؤال الاول معك سي نوري الجريدي، ما هي ابرز ملامح برنامجك الانتخابي وطنيا؟ واضح. قبل البدء نحب ان نأطر الممارسه السياسيه التشريعيه لمشاركتي في الانتخابات التشريعيه 2023. هي تأتي في اطار استكمال مسار ثوري تعطل كثيرا بفعل زاد من الفقر والتهميش والبطاله وغلاء المعيشه. هذه الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه الخانقة التي تمر بها البلاد التونسية هي نتيجة تراكمات لسنوات عديدة فيها العديد من الفساد والمحسوبية والرشوة، فيها تعيينات الولاءات والغنيمة. لهذا أتقدم إلى الانتخابات التشريعية في المستوى الوطني. سأعمل على إن نجحت طبعا على سن تشريعات ثورية تقطع مع المنوال الاقتصادي الذي اهترأ والذي إن شئنا ارتهن كثيرا لاتفاقيات مجحفة أثقلت كاهل التونسيين بالديون وبالاقتراض. سأدافع بكل شراسة عن الحريات الفردية والعامة وخاصة حرية المرأة والتعبير والتنظم، هذا في المستوى الوطني. سأعمل على سن تشريعات لتحديث الإدارة وتطويرها وتحييدها نهائيا عن السلطة السياسية القائمة لضمان حسن تسيير المرفق العام، بالإضافة إلى سن تشريعات دافعة للدبلوماسية الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الاستثمار، خاصة أننا نعاني كما قلت من اتفاقيات مجحفة. علينا أن ننفتح بالضرورة على محيطنا العربي وعلى محيطنا الإفريقي وعلى الدول النامية الجديدة، بالإضافة إلى إيلاء المؤسسات الثقافية والتربوية العناية الكاملة. شكرا لك سي نوري الجريدي عن دائرة القطار بالخير سند قفصة. ونمر بنفس السؤال السي نتوجه به سي نور الدين الحيدوري، وهو ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي وطنيا؟ شكرا. قبل الإجابة عن سؤالك أريد أن أتوجه بالتحية والشكر إلى كل أهالينا بالدائرة الانتخابية سند القطار بالخير الذين وضعوا ثقتهم فينا ومكنونا من المرور إلى الدور الثاني في المرتبة الأولى. بالنسبة إلى البرنامج الانتخابي وملامحه على المستوى الوطني، ترتكز على ثلاث نقاط ومحاور كبرى أساسية. أولا هي محور الفلاحة ومحور التشغيل وكذلك الصحة والرياضة، المحاور الأساسية هذه، لأن جهتنا وإنقاذ اقتصادنا الوطني لا يمر إلا عبر الفلاحة. الفلاحة كمرتكز أساسي، لأن بلادنا يجب عليها أن تمر بتأمين غذائي لدفع الاستثمار الفلاحي، وكذلك النقطة الثانية وهي الصحة، خاصة وأن أغلبية
مستشفياتنا ومؤسساتنا الصحية تعاني من نقص كبير وفادح في المعدات الطبية وكذلك في المستوصفات في الأرياف، تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة وتفتقر إلى أطباء الاختصاص، لأنه ليس لم يعد مقبول اليوم بأنه أغلبية مواطنين في تونس أنهم غياب تكافؤ الفرص سواء في الصحة وكذلك سواء في التشغيل، لأن اليوم أغلبية شبابنا معطل عن العمل، وهذه الفئة الواسعة من الشعب التونسي والتي تمثل الشريحة الكبيرة يجب أن نوليها الأهمية والعناية الكبرى. أنا ركزت في برنامجي الانتخابي كذلك على التشجيع على السياحة، وأريد أن أعتني كثيرا بالجمعيات الرياضية. شكرا لك سي نور الدين الحيدوري. سؤالنا إذن كان، ما هي أبرز ملامح برنامج الانتخابي لكما على المستوى الوطني؟ في السؤال الثاني جهويا، ما هي أولويات عملك كنائب شعب على مستوى الجهة التي تمثلها؟ سي نوري جريدي. أمثل الدائرة الانتخابية لقطار بالخير السند، وتقريبا هذه الدائرة تعاني من مشاكل مشتركة خاصة في المسألة الفلاحية، سأرجع الحديث عنها بعد قليل. أما قبل ذلك، هناك معركة هي معركة مياه الشرب، في ظل هذا الجفاف المتواصل وفي ظل هذا الحفر العشوائي للأبار، المنطقة تعاني من جفاف متواصل، الفلاح تقريبا ضجر كثيرا وتعب كثيرا في القطار، في بالخير، في السند. على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تطبيق القوانين الجاري بها العمل. ثم إشكال آخر كبير جدا هو المسألة العقارية، مسألة ملكية الأراضي الفلاحية والعقارات، هذه من عوائق التنمية، على الدولة أن تتحمل أيضا مسؤوليتها في حل هذه الإشكاليات، حل إشكالية المشاريع المعطلة، العديد من المشاريع المعطلة في البنية الأساسية، في الصحة، في التعليم، في الطرقات، معطلة تعطيلا تاما منذ سنوات. أيضا على الدولة أن تتحمل عن طريق هذه التشريعات مسؤوليتها في إنجاز هذه المشاريع. بعض الفصول في مجلة الجماعات المحلية وخاصة مبدأ التدبير الحر، أربك عمل المجالس البلدية في هذه المناطق يجب مراجعتها أيضا. إلزام الدولة بتشريعات ثورية، بتجميد الأسعار لمدة 3 سنوات، لماذا نوجع المواطن فقط؟ لماذا نتحدث عن ضريبة يدفعها الموظف، يدفعها المواطن؟ على الدولة أيضا تتحمل مسؤوليتها في تجميد الأسعار، لأن طبقات المهمشين والمفقرين والمعطلين من شعبنا في حاجة إلى هذا. تشريعات ثورية، قوانين جديدة، يمكن تحل مشكلة الاستثمار والتنمية إن شاء الله. سينوري جريدي. سينور الدين الحيدوري، نفس السؤال جهويا، ما هي أولويات عملك كنائب شعب على مستوى الجهة التي تمثلها إن شاء الله إذا مررتم تحت قبة البرلمان؟ إن شاء الله سنكون بحول الله إن منحونا ثقتهم مجددا بالمرور، سأكون النائب الصادق والمؤتمن على تطلعات جهتي، دائرتي، سند القطار بالخير، لأني أدرك جيدا المطالب الأساسية والمباشرة والبسيطة لسكان الدائرة الانتخابية سند القطار بالخير. مطالبهم هي في طرقات، في مسالك فلاحية، مطالبهم في أبار سقوية، في مناطق سقوية، مطالبهم في أنهم يتمكنوا من تراخيص لحفر الأبار، خاصة وأن المنطقة تعاني من الجفاف لمدة طويلة، مطالبهم في أنهم أولادهم اللي صرفوا عليهم لمدة سنوات في أنهم يتمكنوا من التشغيل سواء حاملي الشهادات وغير حاملي الشهادات، مطالبهم في أنها المستشفيات والمستوصفات ومزيد تركيز المؤسسات الصحية وخاصة في الأرياف لتمكين الناس. في بعض الأرياف ما تلقاش مرأة حتى باش معناها تدق زريقة. هل المشاكل هذه اللي باتت كأن الجهات في الجهات المنسية، أنا أريد أن أسلط عليها الضوء
ولكي يتمكن أبناء جهتي من أن يعيشوا حياة كريمة في بلادهم، وهذا حقهم ومش منا ومش مزية من أي واحد. على الدولة التي غابت كثيرا عن تلك الربوع المنسية، عن جي بي 14 والجي بي 15، على السند وعلى القطار وبالخير، هذا الثلاثي الذي يشترك في الفقر وفي التهميش وفي البطالة. عيب أني سأذكر هذه عينة بالأمس في بالخير، إسماعيل السليمي في بئر سعد، معتمدية القطار، متخرج منذ سنة 2001، 22 سنة، والسيد هذا بطال. هذا عار على الدولة التونسية. وكذلك صابرين ناصري والتي تربي الدواجن في سفح جبل العرباطة. أحيي هؤلاء شكرا لك، وصلت التحية أكيد سي نور الدين الحيدوري. كانت هذه جولة أولى من الأسئلة، يتواصل برنامجنا نحو البرلمان. الآن نمر إلى تقرير زميلنا نزار الزغدودي حول آخر أخبار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة مع انطلاق هذه الحملة الانتخابية ومواعيد مسار الدور الثاني للانتخابات. تقرير نزار الزغدودي ثم نعود للبلاتو. انطلقت الاثنين المنقضي الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، على أن تنتهي في 27 من جونفي الجاري بحسب ما جاء في الرزنامة التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص هذا الموعد الانتخابي. ووفق الرزنامة ذاتها، توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 28 من جانفي 2023 ابتداء من الساعة الصفر، وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية، ويجرى الاقتراع يوم الأحد 29 من جانفي. وتشمل هذه الجولة من الانتخابات 131 دائرة انتخابية داخل الجمهورية التونسية، يتنافس فيها 262 مترشحا للفوز ب 131 مقعدا برلمانيا، ويكون الاقتراع متاحا لكل ناخب مسجل بهذه الدوائر الانتخابية المعنية. شكرا نزار الزغدودي. نواصل مع جولة الأسئلة هذا المساء. نذكر السادة المشاهدين اللي نحن في برنامج نحو البرلمان، وحاضرين معنا زوز مترشحين من نفس الدائرة اليوم في هذه الحلقة، يعني الأولى، لأنه فما حلقتين من بعد بشكونوا حاضرين معنا مترشحين من دوائر أخرى. الآن نحن مع قفصة القطار بالخير السند، معنا سي نور الدين الحيدوري وسي نوري الجريدي. نبدا السؤال الثالث معاك سي نور الدين الحيدوري، كمترشح عن ولايه قفصه دائرة القطار بالخير السند، هل لديكم تصور للنهوض بمنظومه انتاج يعني الفوسفات؟ نعرف انتم ممكن مش منطقتكم المنطقة المنجمية، لكن وتجاوز خاصة الإشكاليات الحاصلة المعطلة للإنتاج ونقله. بالنسبة لإشكالية نقل الفوسفات، هي بالفعل معناها إشكالية ليست حديثة العهد، هي قديمة، لأن التركة اللي خلوها لنا كبيرة برشا. كان يتم نقل الفوسفات عبر كمين الفوسفات، وهذا معروفة، والتخلي عن الشركة التونسية للكهرباء والشركة السكك الحديدية تدريجيا، اعتذر لي يعني ابنش ستاج، عن تخلي شركة السكك الحديدية تدريجيا عن دورها الحقيقي. وفي تقديرنا ضرب هالمؤسسة هذه هو ضرب ممنهج. اليوم جاء الوقت باش نعتنوا بالشركة هذه، وأنها في تلك الربوع في قفصة أن ترجع القطار التنمية، لأن الفوسفات هو أحد ركائز ودعائم ميزانية الدولة. بالنسبة للفوسفات، هو في جهتنا أنه أصبح مصدر للأسف إلا للأمراض في تلك الجهات، أصبح مصدر إلا للجفاف، لأنه يستغل في أكثر نسبة من المياه الجوفية في المنطقة، في حين أن فلاحتنا يعانون من نقص فادح في المياه. أنا أرى تصور جديد للمغاسل الفوسفات في قفصة، في أنها توفر مياه عن طريق البحر، وهذه دراسة ممكنة وقابلة للتنفيذ وموجودة ومحطوطة في بيرواتهم، لو أنهم يمروا مباشرة ويبدوا تدريجيا في
إمكانية معناها الغسل بمياه البحر. في تقديري وقتها الخزان المائي الموجود في الجهة يوفر للفلاحة هم أولى به وأنهم ينتجوا ويشغلوا أكثر عدد ممكن من أبنائهم. كذلك بالنسبة للشركات المناولة للفوسفات، أنا في تقديري أن جاء الوقت اللي السي بي جي يلزمها على الأقل ترمم روحها من جديد وتنهض، لأنه عيب أنها تبقى شركة مفلسة. شكرا لك سي نور الدين الحيدوري. نفس السؤال لسي نوري الجريدي، كمترشح عن ولاية قفصة دائرة الكتار بالخير سند، هل لديكم تصور للنهوض بمنظومة إنتاج الفوسفات وتجاوز الإشكاليات الحاصلة والمعطلة للإنتاج ولنقله؟ واضح بين التصور الطاقي والمنجمي الصناعي وبين التصور الفلاحي. منطقتنا فيها الحوض المنجمي رذيف من العرايس المتلوي والمظلة، وفيها السند وبالخير والكتار. التصور هذا الطاقي بين قطبين إن شئنا، بين فلاحة وبين صناعة منجمية. هالمسألة أو المعادلة هذه منظمة منذ الاستقلال، وحتى الاستعمار الفرنسي عمل معنى أن المعادلة إغراق هذه الشركة بالمطلبية هو منذ الثورة تقريبا، منذ 14 جانفي هناك إغراق لهذه الشركة بالمطلبية. هذا ماذا نتج عنه؟ نتجت عنه مطلبية جديدة. المعادلة الأساسية هي الاعتناء بشركة فوسفات قفصة وإعادة هيكلتها، خاصة في مستوى الإنتاجية وخاصة في مستوى الإنتاج، والاعتناء أكثر بالرافد الثاني اللي هو الرافد الأساسي، رافد الفلاحة، بتوفير آبار للفلاحة وبتوفير الأسمدة والبذور وبتوفير مسالك فلاحية قادرة على استيعاب هذا الإنتاج. هذه هي المعادلة بين الصناعة والفلاحة. شكرا لك سي نوري جريدي. أمر للسؤال الرابع. السؤال الرابع نبدأ معك سي نور الدين الحيدوري، كيف يمكن تحسين الوضع البيئي في ولاية قفصة بالنظر إلى خصوصية الجهة؟ بالنسبة للوضع البيئي في ولاية قفصة، سؤالك معناها الدائرة اللي نمثلها اللي هي سند القطار بالخير هي بعيدة شوي على منطقة الحوض المنجمي، لأن اللي يعانون من المسألة البيئية والتلوث البيئي هم المضيل رديف أم العرايس. أما الدائرة التي أمثلها هي سند القطار بالخير، في تقديري الوضع البيئي يجب حضرتك بشكون نائب في البرلمان للشعب التونسي. نعم، إذن في تقديري الوضع البيئي في تلك الجهات علينا أن نوفر غطاء نباتي واسع ليمتص ثاني أكسيد الكربون في تلك المناطق. علينا أن نشجع المحطات التي محطات الرسكلة، رسكلة النفايات التي تصدر عن الفوسفات. كذلك علينا أن نضغط على الطاقة في مسألة ثاني أكسيد الكربون. علينا أن نذهب إلى الطاقات البديلة في استغلال الطاقة، إلى الطاقات المتجددة. كل هذه هي صديقة البيئة، من شأنها أن تدفع نحو طاقة بديلة وطاقة غير باهظة، وهو التوجه الذي بودنا أنها تونس تتجه نحو الاستثمار والاستغلال في هذه الطاقة البديلة، لأن الطاقة البديلة أو الطاقة الشمسية هي الواجهة
التي يشتغل عليها كل عالم، لكن في تونس ما زلنا نتحسس هذا الطريق، وهنالك خطوة جدية لاستغلال الطاقات البديلة، وبودنا في تونس أن الشباب يستثمر في هذا في هذه المشاريع وتفتح له الأفاق. شكرا على الإجابة. الحقيقة ديما نحب نذكركم أنه أنتم ستمثلون منطقتكم، جهتكم، ولايتكم، بلدكم، وطنكم تحت قبة البرلمان. باهي نمشوا للسؤال الرابع معاك توا سي نوري جريدي، كيفاش يمكن تحسين الوضع البيئي في ولاية قفصة بالنظر لخصوصية الجهة؟ السؤال الآن محلي. نتذكر دائما أننا سنكون نواب شعب، اللي هو شعب تونسي، وهذا الأصل في الأشياء. أما السؤال هو سؤال محلي. أنا أستحضر حادثة في القطار، كنت مديرا لمعهد القطار في 2018. هناك تسرب المنطقة قريبة من جيمية، وقعت حالات متاع اختناق عديدة جدا، والأهالي في القطار طبعا يتذكرون هذا جيدا. الوضع البيئي كارثي جدا في السند وفي بلخير وفي القطار. هناك يعني انتشار غريب جدا في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، لأمراض خبيثة. تقريبا منطقة السند، خاصة مدينة السند تحديدا، تعاني من معضلة بيئية كارثية، هي انعدام يعني التطهير الغير موجود في السند. تقريبا آبار الصرف الصحي موجودة في كل نهج، تقريبا كل نهج موجودة فيه آبار الصرف الصحي. أهلنا في السند يعانون كثيرا من هذه المسألة. الحلول، أنا دائما أذكر بأن هناك دولة، وعلى هذه الدولة أن تسرع في استغلال إنشان أو في إنجاز المشاريع المعطلة في هذه المناطق، استغلال أيضا الطاقات البديلة. وخاصة أنا أستغرب يعني 9 أشهر من شهر الصيف في منطقة كبلخير وسند والقطار، لماذا لا تعمل الدولة على استغلال الطاقة الشمسية حتى تكون طاقة بديلة لهذه إنشان الكوارث البيئية المتوفرة؟ أنا أعيد وأكرر على النائب أن يسن قوانين تقطع مع منوال بيئي واقتصادي واجتماعي وسياسي اهترأ، ويجب أن نحسم الأمر معه نهائيا. شكرا لك سي نوري جريدي. يبقى السؤال الخامس والأخير في جولة الأسئلة لهذا المساء، نتوجه بها لك سي نور الدين الحيدوري. سؤالنا الخامس، كيف يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها البلاد؟ ماذا تقترحون في هذا الخصوص؟ بالنسبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، هو التوجه مباشرة إلى الاستثمار، التوجه مباشرة إلى الأنشطة الفلاحية، لأن الفلاحة والصناعة والسياحة مقومات أساسية لنهوض الاقتصاد ببلادنا. إذا كان ما نتوجهوش مباشرة إلى اقتصاد وطني مبني على شركات ومنشآت وطنية وعلى رجال ورؤوس أموال وطنية، راهو سنبقى رهينة ما وراء البحار. أنا في تقديري المقترحات التي يلزم تصاغ للخروج من الأزمة الخانقة اللي تتخبط فيها بلادنا، هو التعويل على قدراتنا الذاتية، التعويل على الذكاء التونسي، لأن التوانسة قادرين على أن لو منحت لهم كل شروط الاستثمار والمناخ الاستثمار بالنسبة لرؤوس الأموال، بإمكانهم أن يقدموا الكثير. اليوم هنالك إجراءات تعطل، إجراءات إدارية بيروقراطية تعطل النهوض بالاستثمار في تونس، خاصة في الفلاحة. تمشي البنك الفلاحي ما يقومش بدوره الريادي الفلاحي. البنك الفلاحي اليوم أصبح كبنك نتاع كسائر البنوك، لم يكن ليس لديه الدور المناط بعهدته
كذلك على مستوى أذكر السياحة، على الدولة أن تتجه إلى السياحة الداخلية. أنا في الجهة متاعي في دائرتي أقترح أن يتوجد مسلك سياحي يربط كل من سند القطار مرورا بالقطار إلى بالخير، لأن المسلك هذا سيوفر قدرة تشغيلية للعائلات ويعرف بالمخزون والموروث الثقافي بالجهة وكل المعالم الأثرية. شكرا سي نور الدين الحيدوري، حضرتك حاضر معنا عن أكيد ولاية قفصة عن دائرة القطار بالخير أسند. نفس السؤال الخامس والأخير في جولتنا لهذا المساء لسي نوري الجريدي، كيف يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها البلاد؟ أي اقتراحات بهذا الخصوص؟ سأنطلق من مصادرة أولى يعلمها الشعب التونسي، عندما يذهب بالذاكرة إلى الوراء قليلا سيعلم أن المجلس النيابي الفارط كان ممثلا بأكثر من 100 رجل أعمال، من أكثر من 100 رأس مال. المشكلة الحقيقية في فك الارتهان نهائيا بالمنظومة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ الاستقلال. دفعونا دفعا إلى هذه البنوك التي تشترط حرية الشعوب والتي تشترط كرامة الشعوب من أجل الاقتراض، دفعونا إلى التداين. أنا من جهتي إن كنت نائبا سأعمل على أن نشرع لفك الارتهان لهذه الاتفاقيات المخزية والاتفاقيات المذلة التي إن شئنا جعلت الشعب التونسي مرتهنا في حاجياته الأساسية في الحليب وفي القهوة. الشعب التونسي صل لمرحلة فطور الصباح، ما عادش ينجم يفطر فطور الصباح، مش ما يتغدى ولا يتعشى، وصل إلى هذا. محيطنا العربي في جيبوتي القرنيط ما ياكلوش، القرنيط ما ياكلوش في جيبوتي، وعندنا اتفاقيات اقتصادية مع محيطنا العربي، مع كل العرب، مع إفريقيا، مع آسيا. لماذا نرتهن إلى منظومة اقتصادية مرتبطة رأسا باتفاقيات يعمل الناس على حمايتها صباحا وليلا ومساء؟ لماذا هذا الارتهان إلى اتفاقيات تذل هذا الشعب؟ لماذا لا ننفتح على محيطنا الإفريقي، على محيطنا العربي، وعلى الدول النامية؟ شكرا. شكرا لك سي نوري الجريدي، كنت حاضر معنا إذن عن القطار بالخير سند ولاية قفصة. حضرتك سي نوري الجريدي متحصل على 639 صوت، أي بنسبة 9.99%. سي نور الدين الحيدوري شكرا لك كذلك، حاضر على نفس الدائرة القطار بالخير سند ولاية قفصة، وعدد الأصوات اللي تحصلت عليه 848 صوت، أي بنسبة 13.25%. السديد النظر والقول الفصل عند السيد الناخب الكريم نهار 29 جانفي. شكرا لكم على حضوركم معنا. نمر للفقرة الموالية وتقرير زميلتنا زهرة الفضلي حول بعض الكلمات المفاتيح دور رئيس مركز الاقتراع ومساعديه خلال التحضير لعملية الاقتراع. دور رئيس مركز الاقتراع ومساعديه خلال التحضير لعملية الاقتراع. يشرف على كل مركز اقتراع رئيس يكون له دوران أساسيان في العملية الانتخابية، ويساعده في ذلك مساعد أو أكثر، دور تنظيمي يتمثل في العمليات التنسيقية واللوجستية وتسهيل عمل رؤساء مكاتب الاقتراع وحفظ النظام بساحة المركز. دور رقابي يكون لرئيس المركز ومساعديه صفة مراقب للحملة الانتخابية، يتولون مراقبة احترام الصمت الانتخابي يوم الاقتراع وذلك في مركز الاقتراع ومحيطه، وعلى هذا الأساس تكون مهامهم خلال التحضير لعملية الاقتراع كالآتي:
استلام صناديق المواد الانتخابية وصناديق المواد المكتبية الخاصة بكل مكتب اقتراع وصندوق مواد انتخابية خاص برئيس مركز الاقتراع. تتم هذه العملية عادة في اليوم السابق للاقتراع، وتقتصر مهمته على الاستلام والإمضاء على محضر التسلم والتثبت من أعداد أقفال الصناديق المسلمة. توزيع وتسليم المواد الانتخابية لكل رئيس مكتب اقتراع مع إمضاء محضر في التسليم. تعليق قائمات الناخبين في بهو الساحة. تعليق الملصقات الخاصة بمراكز الاقتراع. إزالة الإعلانات الخاصة بالحملات الانتخابية إن وجدت، وذلك داخل مركز الاقتراع أو في محيطه. فتح أبواب مركز الاقتراع. مساء الخير مجددا. يتواصل برنامج نحو البرلمان في عدده الأول لهذا الدور الثاني من انتخابات التشريعية السابقة لأوانها لسنة 2023 من ولاية قفصة. الآن نمر إلى دائرة انتخابية جديدة. دائرتنا اليوم عن إذن نمشيو القرقنة تحديدا. حاضرين معنا المترشحين، حاضر معنا سي عادل لرقش. مساء الخير، مرحبا بك سي عادل. مساء الخير اخت انصاف، مرحبا بك سي محمود. تحية لأهالينا في قرقنة والسادة المشاهدين الوطنية واحد. مرحبا بك سي محمود شلغاف، حضرتكم اثنين حاضرين معنا على قرقنة صفاقس واحد. مرحبا يعيش، نورتونا هذا المساء. نحب نذكر السادة المشاهدين يتابعوا فينا، راهو بعد حين في بعد نصف ساعة باش يكون الحديث نمشيو إلى دائرة انتخابية أخرى اللي هي بورادة قعفور الكريب برويس العروسة سليانة، وحاضرين معانا بعد حين سي رشدي رويسي وسي سامي القيتوني. نواصل الآن، نبقاو مع صفاقس واحد قرقنة، ونبدأ بالتعرف بطاقة التعريف ضيوفنا هذا المساء. محمود شلغاف مترشح عن الدائرة الانتخابية صفاقس واحد قرقنة، من مواليد سنة 58-900 و1000، أستاذ رياضيات متقاعد، متحصل على الأستاذية في الرياضيات من دار المعلمين العليا بتونس، ناشط نقابي في إطار النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقرقنة، متحصل على درع الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف الجامعة العامة للتعليم الثانوي، عضو مؤسس للمجلس المحلي لحماية الثورة. تحصل على مجموع 763 صوتا في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 23.4%. عادل لرقش مترشح عن الدائرة الانتخابية صفاقس واحد قرقنة، من مواليد سنة 65-900 و1000، أستاذ تربية مدنية بالمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس، متخرج من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد، مدرب كرة قدم بنادي محيط قرقنة، مدير فني للشبان، خاض تجربة في قطر طيلة 7 سنوات حيث شغل منصب مدرب كرة قدم بنادي قطر، ثم كمشرف فني بالاتحاد القطري لكرة القدم. تحصل على 617 صوتا في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 18.93%. شكرا أنيسة الحجري. نحو البرلمان يتواصل، واليوم نستضيف زوز متنافسين على مقعد صفاقس واحد قرقنا. كيف ما قلت لكم سي عادل لرقش وسي محمود شلغاف، نبدأ معاك الحديث سي محمود شلغاف. السؤال الأول، ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي على الصعيد الوطني كمترشح لعضوية مجلس نواب الشعب؟ بالنسبة لي الفلاحة اللي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة في ظل المتغيرات المناخية وبعد أزمة كورونا وبعد الحرب في أوكرانيا،
اللي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، واللي من شأنها أنها دفعت بأسعار الحبوب بأسعار الغذاء بصفة عامة والوقود إلى أعلى مستوياتها، واللي أثرت بالطبيعة على الميزان التجاري الغذائي وبصفة عامة على الميزان التجاري. إذن المطلوب بالنسبة للفلاحة هو معناها الاعتماد على الذات أولا وبالذات، إذن إعادة الاعتبار للأعلاف اللي موجودة معناها في تونس واللي نجم ثمنها، وكذلك الاعتماد على الزراعات الكبرى معناها في تونس باش نقصوا أكثر ما يمكن من العجز التجاري الغذائي. هذا بالنسبة للفلاحة. بالنسبة للمؤسسات خاصة العمومية، أنا مع التمسك بالمؤسسات العمومية وإعادة تأهيلها. إذن المطلوب هو معناها عدم. شكرا سي عائد لارقش، سي محمود شلغاف، ونمر بنفس السؤال لسي عادل لارقش. أبرز ملامح برنامجك الانتخابي على الصعيد الوطني سيدي الكريم، إن شاء الله إذا مررتم تحت قبة البرلمان. شكرا، أكرر تحيتي إلى أهالينا في قرقنا ومتابعين برنامج إلى البرلمان. نحب نشكرهم من جديد ونقدم لهم تحية صادقة على مساهمتهم الفعالة في مروري إلى الدور الثاني. أنا حطيت زوز نقاط في علاقة بالبرنامج الانتخابي تهم الشأن الوطني. النقطة الأولى ترسيخ مبادئ الديمقراطية والعمل على أكثر ضمانات للحفاظ على الحقوق والحريات والسلم الاجتماعي. نقطة ثانية تهم الشأن الاقتصادي اللي هي العمل على تغيير منوال التنمية ويكون أكثر انفتاح على رأس المال الوطني مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة. مع النقاط هذه فما العديد النقاط نجم نقف عليهم بكل جدية، وهي ترشيح الكفاءات. ما معنى ترشيح الكفاءات؟ احنا الدولة ما شاء الله المستوى التعليمي متاعنا محترم ولا محالة قاعد ما هوش قاعد يتقدم بالكدا، لكن مازال يحافظ على نسبة الاحترام. لذلك نسعى إلى تطوير المنظومة ترشيح الكفاءات، بالتالي نكون جديين في ترشيح كل ما هو مسؤول باش يكون في درجة عالية من الكفاءة وما يكونش معين عن طريق آليات العلاقات الشخصية والمحسوبية والمحاصصات السياسية. هذايا نعتبره موضوع مهم كافي باش يخلينا نتقدموا في مشروعنا الوطني وتكون ناس مسؤولة وقادرة ولها الكفاءة الكافية باش تقدم بينا في جميع الأصعدة. احنا عندنا جانب مهم في دولتنا، احنا نتمتع بالعديد من الثروات في بلادنا، وسواء كانت طبيعية وإلا كفاءات قادرة باش تنتج وباش تحسن آليات الإنتاج في بلادنا. عندنا الفلاحة يلزمنا نعطيها قيمة كبيرة، عندنا الطاقة يلزمنا نعطيها قيمة كبيرة ونثمنوا إنتاجها ونحسنوا التصرف فيها، وبالتالي نجموا نكونوا في وضع أحسن من الوضع الحالي. شكرا سي عادل لارقش. نرجع بالسؤال الثاني معك سي محمود شلغاف. إذا سؤالنا الثاني نمر إلى المستوى الجهوي. جهويا ما هي أولويات عملك كنائب شعب على مستوى الجهة اللي تمثلها واللي هي قرقنا صفاقس واحد؟ أنا المطلب متاعي الأساسي هو مطلب التمييز الإيجابي للجزر، واللي باش ينعكس عليه عدة إيجابيات على مستوى غلاء الأسعار الناتج عن تكلفة النقل، على مستوى تحسين نوعية النقل، على مستوى الصحة الأساسية اللي هي حق مضمون حسب الدستور لكل
مواطن وحتى لكل إنسان. معناها تجاوز حتى في الدستور البعد المواطني إلى البعد الإنساني. معناها أي واحد أجنبي من حقه باش معناها يكون عنده صحة في تونس. بالنسبة معناها القرقنة الانعكاس الإيجابي للتمييز الإيجابي للجزر راهو ما هواش ضو بلاش ومي بلاش وتليفون بلاش. راهو المواطن في قرقنة يولي في من نفس الدرجة المواطنية كما أي مواطن من اليابسة. معناها الطرناطة السيمان اللي أخوها في اليابسة بهكلا معناها بسوم كيف كيف في قرقنة ناخذوهم من نفس السوم. كيف كيف بالنسبة للتراب ولا الجرافيي ولا الحديد رحنا مواطنين من نفس الدرجة. خاطر المواطني قرقنة متساكني قرقنة يعانيوا من التكلفة متاع النقل عليهم بالنسبة لمتساكني اليابسة. إذن معناها كيف كيف بالنسبة للتجهيزات الصحية يلزم تكون أساسية. شكرا شكرا ليك سي محمود شلغاف. نمر بنفس السؤال ليك سي عادل لرقش. جهويا ما هي أولويات عملك كنائب شعب على مستوى الجهة اللي تمثلها ونذكر اللي هي قرقنة صفاقس واحد؟ شكرا. احنا برنامجنا الانتخابي عملناه بالاستشارة مع أهالينا وقفنا على النقاط اللي المواطن متقلق منها. أساسا هي مشكلة النقل. تكلمنا مع العديد من المواطنين. التشكيات الكبيرة في قرقنة هي النقل، منظومة النقل البحري. الناس الكل تحب أن المنظومة هذه تتطور وتدعم بمنشآت تكون قادرة باش تواجه رداءة الأحوال الجوية. خاصة احنا في قرقنة معزولين وكل ما يكون فما ريح قوي تتقطع الرحلات البحرية، ولا في صفاقس يتعزل ما يجمش يروح الأهل وماليه، ولا في قرقنة كيف كيف إذا عنده قضية ما يجمش يسافر ويقضي قضيته. دونك هنا إن شاء الله بالتعاون مع أهلينا وبالتعاون مع أهل الاختصاص نحاولوا نطوروا المنشآت ونستوردوا منشآت قادرة باش تحقق أكثر مقاومة لرداءة الأحوال الجوية وتكون سريعة. احنا اليوم في 2023، المنظومة هذه من عام 70 على ما نعرف انا اذا مانيش غلط. دونك احنا قعدنا ديما نحافظوا على عبور يفوق الساعة، يمكن حتى قبل كنا اقل ساعة ودرج ساعة ساعة، اليوم ساعة ودرجين ساعة وربع سي ترو بور سو ديبلاسي، معناتها فريمون سي بينيبل. دونك اهالينا تتشكى يقول لك احنا نهارنا في قرقنا 20 ساعة فقط. علاش؟ على خاطر نتنقلوا لصفاقس في اقل في احسن الحالات نخليه ساعتين، وباش نرجعوا لديارنا نخليه ساعتين. دونك يقولوا نهارنا اللي احنا نهارنا 20 ساعه. دونك ان شاء الله نسعوا مع اهلنا ومع الوزارات المداخله باش تطور لنا المنظومه هذه. عندنا مشكل المستشفى الجهوي ان شاء الله زاد كيف كيف ياخذ مواصفات مستشفى جهوي ويكون فيه لجميع الاقسام خاصه قسم الانعاش والقسم الاستعجالي. هذين اقسام تتمتع بهم المناطق المدينه، لكن احنا في قرقنة عندنا خصوصيه نتمناو ان الاقسام هذه تتوفر حتى يكون حظ القرقني في الاسعاف نفس حظ من يسكن اليابسه. شكرا سي عادل لرقش. كانت هذه جوله اولى من الاسئله ونواصل هذا البث المباشر لبرنامج نحو البرلمان. نمر الى تقرير زميلنا نزار الزغدودي عن اخر اخبار الهيئه العليا المستقله للانتخابات. انطلاق الهيئه في قبول مطالب الاعتماد لممثلي المترشحين. انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء المنقضي في قبول مطالب اعتماد ممثل المترشحين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، معلنة أنه يمكن لجميع المترشحين للدورة الثانية الراغبين في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الهيئات الفرعية للانتخابات المعلية وفقا للعناوين المضمنة بالموقع الإلكتروني للهيئة. وتمتد فترة قبول مطالب الاعتماد من 17 من شهر جانفي الجاري إلى غاية 26 من الشهر ذاته.
هذا وكان قد صدر مطلع الأسبوع الجاري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، مثبتا 29 من جانفي الجاري موعدا للاقتراع. شكرا نزار الزغدودي. نواصل هذا البث المباشر لبرنامج نحو البرلمان. الآن نحن بصدد محاورة كل من سي محمود شلغاف وكذلك سي عادل الأرقش عن قرقنة صفاقس واحد، جولة ثانية من الأسئلة. نمر إلى السؤال الثالث في لقائنا معكم، أي مبادرات تشريعية يمكن تقديمها خدمة للسياحة سواء على مستوى جهة قرقنة أو على المستوى الوطني؟ والسؤال ليك سي عادل الأرقش. شكرا. المبادرة التشريعية هي دور النائب. النائب عنده الحق باش يقدم مشاريع قوانين وبتبيع في مع كتلة، ما يجمش يقدم كفرد، دونك يلزمو يلوج على كتلة باش يقدم مشاريع قوانين. في علاقة بالسياحة، قرقنة وجهة سياحية بامتياز. قرقنة جزيرة جميلة، وقرقنة ترحب بكل من يزورها. أهلها ناس طيبين وناس كرماء. بدينا في السياحة في السبعينات ولا حتى في الستينات قبل شوية، كنا ننتظر باش قرقنا تكون على مستوى عالي وننافس العديد من المناطق السياحية في كامل الجمهورية. للأسف قرقنا ما تطورناش على المجال السياحي. الأسباب شنية؟ الأسباب أساسا نرجع لمشكلة النقل. لو كان في قرقنا فما نقول مطار، علاش لا؟ احنا بعاد على اليابسة تقريبا 20 كيلومتر، دونك يجب يكون عندنا مطار في قرقنا. دونك هذايا يجب يطور السياحة في قرقنا. إذا احنا ما نخموش في آليات نقل جديدة، قرقنا صعب أنها تكون وجهة سياحية في بالوضع الحالي. البابور إذا يجي ريح قوي ما يجمش يروح. إذا تجي ساعات هكاك اضطرابات في المواعيد في نهاية الأسبوع يولي الصف كيلومترات، والناس وقت الانتظار يكون نصف ساعة يولي بالساعات، نقعدوا ننتظروا واحنا في الصف باش نروحوا، الراتيو البابور الاول والراتيو البابور الثاني، دونك يجم الانتظار يقعد 6 أو 8 ساعات اخت انصاف. دونك ما نجموش نطوروا السياحة في قرقنا بالطريقة النقل هذه، لازم نطوروا طريقة النقل واللي هو نتصوروا انا شأن وطني كان يكون عندنا العديد من المطارات ونطوروا منظومة النقل، شو يكون عندنا بيان سور سياحة ممتازة، خاصة احنا في قرقنا قلت لك نمتازوا بناس طيبين ويرحبوا بكل الضيوف، وهذا حاجة مهمة برشا نجموا نبنيوا عليها ونأسسوا سياحة جديدة في قرقنا. الحقيقة في قرقنا عندكم برشا أشياء جميلة، وعندكم برشا أكلات لذيذة، وعندكم برشا ناس باين، ومحلاها قرقنا. تحياتي لكل أهالي قرقنا. سي محمود شلغاف، أي مبادرات تشريعية إن شاء الله إذا سهل ربي ومريض تحت قبة البرلمان تقدمها تتقدم بها خدمة للسياحة على مستوى جهة قرقنا ولا على المستوى الوطني ككل؟ على مستوى جهتي السياحة في قرقنا بدأت في بداية الستينات أو أواسط الستينات 1965 تقريبا. احنا وجربة كيف كيف، احنا عملنا جراند أوتيل في قرقنا، هم عملوا أوتيل مماثل، لكن بعد هالسنوات الكل نشوفوا جربة وين وصلت في التوريزم، معناها وجهة سياحية معناها تنجم تقول عالمية، بينما قرقنا بقات معناها سياحتنا محتشمة. وديما السياحة هذه تعتبر سياحة توريزم دوماس، معناها فيها عدة معناها سلبيات. المطلوب هو نواصلوا في السياحة هذه الدوماس، توريزم دوماس. عندنا مشروع سيدي فن خل، هذا قديم ياسر. سيدي فن خل اللي المساحة متاعها معناها تقريبا تشمل 72 هكتار وفيها كراس شروط حاضر لإنجاز المشروع هذا، وفيه وحدات فندقية ومطاعم سياحية بكراس شروط معناها نموذجية حضرتها وزارة السياحة، لكن لحد الآن معناها المشروع هذا واقف. ثم اللي نسميه توريزم ألترناتيف ولا سياحة بديلة. السياحة البديلة معناها فيها السياحة الإيكولوجية واللي معناها هي مصاحبة للبيئة، متصالحة مع البيئة، صديقة للبيئة.
ثم كذلك معناها دور الضيافة، التشجيع عليها على دور الضيافة علاش ما يكونش، ثم في معناها متواجدة ياسر هذه في البرة، معناها الاستقبال التوريست معناها يجي لدارك باش يتعرف على عاداتك وماكلتك ومعناها والشواطئ نتاعك وين تمشي وين يجي. شكرا شكرا سي محمود شلغاف، كان سؤالنا اذا عن السياحه في منطقتكم وعلى المستوى الوطني. قرقنا صفاقس واحد. سؤالي الرابع لكما هذا المساء، نبدا بسعاد الارقش. سعاد، لطالما رفع شعار العداله الاجتماعيه، كيف يمكن تكريس هذا الشعار على ارض الواقع من خلالك كعضو مجلس نواب الشعب؟ أي مطالب ستتقدم بها لتكريس هذا الشعار؟ أوكي. في علاقة بالعدالة الاجتماعية فما أساسا التمييز الإيجابي بين الولايات وبين المدن وبين القرى. ما نجموش نعملوا عدالة اجتماعية وإحنا عنا مفهوم المركزية المقيطة. مازلنا إحنا في تونس العاصمة نمتلك على جميع المؤسسات الدولة، وفي بعض الأحيان في أبسط الخدمات نتنقل أنا من قرقنة باش نمشي لتونس العاصمة باش نقضي قضيتي. هذا مرهق، وأنا نعتبرها تكاليف إضافية على المواطن، وكل ما هو تكاليف إضافية على المواطن هو خسارة للدولة، ليس خسارة للمواطن فقط. كل ما هو تكاليف إضافية للمواطن هو خسارة للدولة مش للمواطن فقط. دونك إذا نمشي وإحنا في اتجاه نخلق عدالة اجتماعية بين الولايات وتكون الخدمات متوفرة في جميع الولايات على نفس المساواة، أنا من صفاقس ما نحتاجش باش نتنقل لتونس العاصمة، أنا من قفصة ما نحتاجش باش نتنقل لتونس العاصمة باش نقضي قضيتي. دونك أول حاجة لازمنا نعملوها هو تكافؤ الفرص والعدالة بين الجهات في علاقة بالتمييز الإيجابي. نفس الشيء الجهة أو الولاية مطالبة زادة كيف كيف باش توفر جميع الخدمات للمواطنين في المعتمديات. أنا في بعض الأحيان نتنقل لصفاقس من قرقنة باش نقضي قضية، نفس الشيء لما لا نطالب بجميع الخدمات أن تتوفر في جميع المعتمديات، وبالتالي يكون فما تمييز إيجابي لمواطنينا في كامل الجمهورية. إذا قعدنا على مستوى المركزية ما احناش باش نتطوروا، لازم نفكروا بإيجابية وندفع إلى تشريعات جديدة، رغم أنه صارت قبل المحاولات في هذا الإطار لكن بقيت حبر على ورق وما تقدمناش في هذا المجال. أنا كنائب إن شاء الله سأدفع إلى التمييز الإيجابي والعدالة بين الجهات اللي هي تخلق العدالة الاجتماعية. شكرا. شكرا سي عادل لرقش. سؤالي نفسه ألقيها عليك سي محمود شلغاف، لطالما رفع شعار العدالة الاجتماعية، كيف يمكن تكريس هذا الشعار على أرض الواقع من خلال مبادراتك كعضو مجلس نواب شعب؟ العدالة الاجتماعية أولا معناها يلزم تكافؤ الفرص ما بين جميع المواطنين، تكافؤ الفرص بالنسبة للي يسكن في الريف ولا يسكن في جزيرة ولا يسكن في مدينة. احنا هنا ثم ما ثماش تكافؤ الفرص ما بين الجهات، ثم في المركز ولا في المدن معناها تلقى كل شيء، المسرح السينما تسرح تلقى جميع المرافق الضرورية، في الريف ما ثماش المرافق الضرورية هذه. إذا المطلوب هو الدولة تعتني أكثر بالجهات الداخلية وبالجهات المهمشة باش معناها المواطنين في الجهات هذه يكونوا عندهم نفس الفرص هما وسكان العاصمة ولا سكان المدينة. تكافؤ الفرص يمشي كذلك معنى العدالة الاجتماعية تمشي في اتجاه تفعيل حق الشغل، معناها احنا عندنا جحافل كبيرة من البطالة 18.4% تقريبا من البطالة من حقهم في الشغل. العدالة الاجتماعية تمشي كذلك
في اتجاه الحق في الصحة لجميع المواطنين، وقت تلقى بحار ولا مهم معناه المهمشين وما ما عندوش حتى كرني لا اصفر لا ما عندوش حتى حق التمتع بصحه معناها سليمه، معناها هذه ما فماش عدل اجتماعي. شكرا شكرا ليك سي محمود شلغاف. سؤالنا الخامس والاخير في لقائنا معاكم هذا المساء ممثلي دائره صفاقس واحد قرقنا، كيف ترون توجه تونس الى خيار التداين الخارجي؟ سي لاركش. شكرا. في علاقه بالتداين الخارجي هذا امر عادي وفي الاقتصاد يصير في اعظم الدول وفي اكبرها. التداين الخارجي اذا يمشي للانتاج تولي عندنا المشكله محلوله، ما عادش عندنا مشكله، لكن اذا يمشي للاستهلاك وما نخلقوش نمو في البلاد يولي الوضع سيء، وهذا واحنا في الحاله هذه يلزمنا نمشيو للانتاج ونشجعوا المبادرات الفرديه والجماعيه. قرقنا في هذا المجال كانت مثل في فترة ما من التاريخ، أسسنا شركة أحياء جزر قرقنة بمجهودات أهل الجزيرة، أسسنا شركة كسوب زاد كيف كيف بمجهودات أهل الجزيرة، وانتجنا وتحسنت أمورنا في قرقنة نسبيا. تدخل الدولة في المواضيع هذه يلزم يكون فاعل وحاسم، يلزمنا نشجع آليات الإنتاج بتشجيع الشباب خاصة اللي هو شيكون غدوة في سلم الحكم، وما يلزمناش احنا ننفردوا بالمسؤوليات هذه. كل ما زاد النمو، كل ما ارتفع نسبة النمو، كل ما تحسنت وضعيتنا. وحتى في علاقة بالتداين جميع الدول تتداين، والمثال على ذلك نجدوا احنا الولايات المتحدة نشوفوا نسبة التداين نتاعها مرتفعة، لكن نشوفوا نسبة النمو زاد كيف كيف مرتفعة، وهذا ما يخلقش مشكلة. يلزمنا في مرحلة ما اللي هي الحالية هذه ما نتقلقوش من التداين، لكن يلزمنا نمشيو للإنتاج والعمل على خلق النمو وتشجيع أهالينا في كامل الوطن على العمل وعلى الإنتاج. بدون عمل وبدون إنتاج لن نتقدم وسنبقى في حلقة التداين، وبالتالي الأمر يقعد مخيف ويخوفنا احنا يوم ويخوف مستقبل صغارنا، لذلك فلنعمل اكثر من هذا. شكرا سي عادل لرقش. سي محمود شلغاف، كيف ترون توجه تونس الى هذا الخيار، خيار التداين الخارجي؟ التداين الخارجي اذا كان يفوت 35% من البي اي بي من الناتج المحلي الخام راهو معناها يولي مشكلة للبلاد. المطلوب هو التخفيض، احنا وصلنا تقريبا فتنا 100% ولا وصلنا 100% من الناتج الوطني الخام، من الناتج المحلي الخام. اذا المطلوب هو التخفيض اكثر، تقليص التداين الخارجي او اكثر ما يمكن حتى لين باش تولي امور عادية. احنا توا الناس كل نعرفوا عندنا إشكالية كبيرة في معناها الميزانية هذه، العجز تقريبا بلغ 7.5 مليار دينار، وهذه مشكلة مش نجيبوهم كيفاش. واحد، إذا المطلوب هو التقليص أكثر ما يمكن في التداين الخارجي بالتوجه زيادة بنا بالتركيز على الاستثمار معناها في تونس، بالتقليص أكثر ما يمكن من التداين هذا. المطلوب إذن بالنسبة التونس بلادنا هو لا يسمح
تكتفي بهذا القدر. شكرا لك سي محمود شلغاف. نذكر السادة الناخبين في دائرة صفاقس واحد قرقنة أنه سي محمود شلغاف متحصل على 763 صوت، أي بنسبة 23.4%، وسي عادل لارقش على 617 صوت، أي بنسبة 18.93%. حظا سعيدا يوم الاقتراع يوم 29 جان في 2023. نخليكم مع الفقرة الموالية، ونذكركم انه بعد حين باش نستقبلوا ممثلي دائرة بوعرادة قعفور الكريب برويس العروسة ولاية سليانة، ونخليكم مع التقرير التالي عن دور رئيس مركز الاقتراع ومساعديه خلال عملية الاقتراع بإمضاء زميلتنا زهرة الفاضل. دور رئيس مركز الاقتراع ومساعديه خلال عملية الاقتراع. يشرف على كل مركز اقتراع رئيس يكون له دوران أساسيان في العملية الانتخابية، ويساعده في ذلك مساعد أو أكثر، دور تنظيمي يتمثل في العمليات التنسيقية واللوجستية وتسهيل عمل رؤساء مكاتب الاقتراع وحفظ النظام بساحة المركز. دور رقابي يكون لرئيس المركز ومساعديه صفة مراقب للحملة الانتخابية، يتولون مراقبة احترام الصمت الانتخابي يوم الاقتراع، وذلك في مركز الاقتراع ومحيطه. وعلى هذا الأساس تكون مهامهم خلال عملية الاقتراع كالآتي: التثبت من فتح مكاتب الاقتراع في التوقيت المحدد، مساعدة الناخبين على معرفة مكاتب الاقتراع، مساعدة رؤساء المكاتب من خلال توفير بعض المستلزمات إن اقتضت الضرورة ذلك، ضمان الأمن داخل مركز الاقتراع، العمل على حفظ النظام في ساحة مركز الاقتراع، العمل على منع القيام بالدعاية داخل المركز وفي محيطه، العمل على منع القيام باستطلاعات الرأي داخل المركز، وأيضا استخدام مكبرات الصوت، التأكد من تعويض الغيابات في صفوف رؤساء وأعضاء المكاتب إن وجدت، جمع الإحصائيات المتعلقة بعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت وجنسهم وسنهم، التنسيق الدائم والمتواصل مع الإدارة الفرعية حول العمليات اللوجستية وإعلامها وجوبا بكل عملية تأخير في انطلاق عملية الاقتراع أو بكل عملية من شأنها المساس بالسير العادي لعملية الاقتراع، إعداد تقرير مفصل حول سير عمليات الاقتراع. شكرا زهرة الفضلي. يتواصل برنامجنا المباشر نحو البرلمان، فصحى حوارية نفتحها كنافذة للسادة المترشحين مع السيد الناخب الكريم في منطقتهم. الآن نستقبل ممثلي دائرة انتخابية جديدة، زوز مترشحين عن بوعرادة قعفور الكريب برويس العروسة، أكيد عن ولاية سليانة. نحب نرحب بسي رشدي الرويسي، مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا لك، وتحية أصالة عن نفسي وعن أهلي دائرة الطيبين في معتمدياتها الخمس. ومرحبا بك كذلك سي سامي القيتوني. وبيك بارك الله فيك يا أخو خاطر، نورتونا. إذن نحب نتعرفوا مع بعضنا على الجزاذة أو البطاقة تعريف ضيفينا الكريمين. سامي الجيتوني مترشح عن الدائرة الانتخابية بوعرادة العروسة قعفور الكريب وسيدي برويس، من مواليد سنة 65 و900 و1000، رئيس فرع ببنك خاص بمنطقة قعفور، المستوى الدراسي سنة ثالثة تعليم عالي شعبة اقتصاد، انخرط سابقا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، سنة 2000 ترشح لخطة مستشار بلدي ببعرادة، عضو قار بالمجلس الجهوي للتنمية بولاية سليانة من سنة 2000 إلى سنة 2005، شغل خطة أمين مال بالشبيبة الرياضية ببعرادة، ناشط في الكشافة التونسية، تحصل على 1554 صوتا في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 24.26%.
رشدي رويسي مترشح عن الدائرة الانتخابية بعرادة العروسة جعفور الكريب وسيدي برويس، يبلغ من العمر 46 سنة، أستاذ أول فوق الرتبة في مادة التاريخ، متخرج من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل بتونس، كان عضو في الاتحاد العام لطلبة تونس، شارك في نوادي السينما، من مؤسسي جمعية نجم شمال إفريقيا للدفاع عن التراث المادي واللامادي والبيئي، تحصل على 1888 صوتا في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 29.47%. شكرا أنيسة الحجري، تعرفنا على ضيفينا الكريمين سي رشدي رويسي سي سامي القيتوني. نبدأ بسؤال الأول معك سي سامي القيتوني، ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي وطنيا باختصار كمترشح لعضوية مجلس نواب الشعب؟ بارك الله فيك. وطنيا أنا أرى اللي الدولة مطالبة بتحقيق الأمن الغذائي لكل المواطنين على حد السواء. إذا كان وصلت في تونس تقوم الصباح وما فماش فطور صباح وما فماش ما تاكل وما فماش حليب لولادك وما فماش زيت لزوجتك باش تطبخ لك الفطور والعشاء، وإذا كان ما فماش السكر في البلاد هذه، رانا مطالبين باش نأمنوه، لازمنا أمن غذائي تام، احنا مطالبين بتحقيقه. ولذلك نقترح باش نمكنوا العاطلين عن العمل من مقاسم فلاحية، مقاسم فلاحية يتداولوا عليها، بحيث هذا موضوع كبير إن شاء الله نحكي فيه في مناسبة أخرى كيف نلقى الـ 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 الوقت اللازم والمساحة الحرة اللي يتمكنوني منها. ثم لابد من تشجيع وحث الشباب للانتصاب للحساب الخاص، وذلك ما يتم للشباب ويلقى الشباب بقدرة الله السميع العليم يلقى روحه مرتاح إلا بمراجعة المجلة الاستثمارية الفلاحية والصناعية على حد سواء، لكونه القروض في الظرف الحالي تتعطى للشباب على قيمة معينة من الرهنية اللي باش يقدمها هو في ضد القرض، ما هوش على مستوى الدراسات، يلزم نولوا نتجاوبوا على مستوى الدراسة باش نأمنوا بلادنا ونأمنوا وليداتنا ونوفروا مواطن شغل عديدة ونخرجوا من الأزمة الخانقة اللي متواجدة توه، خاصة وأنه في الظرف الحالي الدولة رفعت يدها على الانتداب في القطاع العمومي. شكرا لك سي سامي القيتوني. نمر بنفس السؤال للمترشح كذلك عن دائرة بعرادة جعفور الكريب برويس العروسة، سي رشدي الرويسي، أبرز ملامح برنامجك الانتخابي وطنيا لو تعرفنا بها كمترشح لعضوية مجلس نواب الشعب؟ إن البرنامج يرتبط بالتشريعات التي هي استجابة لتطلعات الشعب وللقضايا الحارقة التي تعرفها البلاد. لا يمكن أن ندخل القرن 21 ونحن في عقده الثالث بتشريعات ترتكز على عكاز القرن 20، لذا يجب أن ندعم الاقتصاد الرقمي البديل وتشجيع الشباب بتشريعات تمكنهم من ولوج هذا العالم، سواء بالشغل عن بعد أو الذكاء الإلكتروني. النقطة الثانية هي مسألة مراجعة تشريعات الشيكات، إذ من غير المعقول أن نعطل جزءا كان قادرا على العمل والإنتاج بتشريعات قديمة مآلها السجن وكان من الممكن الاستفادة من هذه الطاقات. النقطة الثالثة هي دفع الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية عبر شباك موحد للاستثمار، من الضروري أن يجيب المستثمر في أجل أقصاه 48 ساعة سواء بالإيجاب أو الرفض، حتى لا تهرب رؤوس الأموال إلى الخارج وتستثمر في أماكن أخرى.
بالنسبة للنقطة الثالثة هي العجز الغذائي، ولا يمكن مقاومة العجز الغذائي إلا بتشريعات تشجع تفاضليا الفلاحين الذين يستثمرون في القطاعات الاستراتيجية كزراعة الحبوب مقابل التزامهم بنوعية معينة من الزراعات. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة هي مراجعة مسألة الأراضي الدولية وإعادة توزيعها وإحياء التعاضديات أو دعمها مع التعايش بين القطاعات الثلاثة الخاص والعام والاجتماعي التضامني. مراجعة أيضا البرامج التربوية والعمل على إصلاح تربوي حقيقي ينهض بالمنظومة التربوية التونسية، وأيضا مراجعة التشريعات في مجال الصحة ودعم الصحة العمومية في كامل البلاد. شكرا سي رشدي الرويسي. نمر للسؤال الثاني. السؤال الثاني سي سامي القيطوني يقول انه كيفاش ترى تصورات مقترحاتك التشريعيه، المقترحات التشريعيه اللي باش تقدم بها صلب مجلس النواب لو مريت باذن الله تحت قبه البرلمان تحقيقا لما جاء في برنامجك الانتخابي، كيفاش تترجم برنامجك الانتخابي كمقترحات تشريعيه؟ في ربوع ولاية باردة، العروسة، قعفور، الكريب والسليان، الدائرة الانتخابية، بارك الله فيك. بالنسبة لنا احنا ثم مشاكل اللي تطرح روحها بروحها، مثلا على مستوى البنية التحتية كيف تجي تشوف داخل مناطق العمران تهرئة الطرقات داخل مناطق العمران، هذا بالاستثناء. نحكيه على طرقات الموت، طرقات الموت في الدائرة اللي كنت نذكر فيها الطريق 174 الرابط بين قعفور وبرقو عبر الرحاحلة والهوام وإما عين زريق أو البرامة، هذا طريق الموت. طريق الموت اللي يربط مدينة بارادة بعين كسيل وهنشير رومان مرورا بسيدي عبد النور، طريق الموت اللي يربط الاخوات بمليتا. هذه التدخلات العاجله اللي ان شاء الله نخمم فيها باش نحققها باذن الله السميع العليم. ثانيا، مشكل الماء في جهتنا، مشكل الماء في هالجهه هذه في الدائره هذه، الماء يكاد يكون منعدم تماما، تصدق او لا تصدق احنا عندنا مشكلة في الماء في اولاد بوزيد. فما مناطق في اولاد بوزيد من حمام بيضة معتمدية الكريب فيها مناطق من رمضان اللي فات ما عندهمش ماء، الماء التوم ما مرجع لهم. عندنا مشكلة الماء في البرامة، عندنا عدد كبير من تلامذتنا مرضى بوصفير، مرضى بالليباتيت سي من جراء الماء. عندنا مشكل الماء في 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 عين كسيل من مدينة بارد، الماء أساس الحياة والطريق للتنقل. شكرا لك سي سامي القيطوني. سي رشدي الرويسي، أي مقترحاتك هذه اللي باش تقدمها كيف ستترجمها كمشاريع قوانين لو مررت تحت قبة البرلمان؟ إن الشعارات التي رفعناها في 2010 و2011 هي تعبير مكثف عن مطالب الجهة وحاجياتها الأساسية. رفعنا شعار شغل حرية عدالة جهوية. إذن أول نقطة نرغب في تمريرها هي التمييز الإيجابي لهذه الجهة المنسية والمحرومة هذا المشروع الذي ظللنا نحلم به منذ 2011. النقطة الثانية هي فك العزلة، فهذه الجهة معزولة تفتقر لأبسط مقومات ربط أريافها بمدنها أو ربط بعض المدن بمقر الولاية أو بالعاصمة، مما يطرح إشكاليات عديدة سواء في المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. النقطة الثالثة هي تشريعات تدعم الخط الأول في الصحة الأساسية. لدينا أرياف تفتقد إلى المستوصفات والتي كان من الممكن أن تخفف الضغط على المستشفى الجهوي أو المستشفيات الوطنية. هناك مواطنون تبرعوا بأراضيهم لبناء مستوصفات في هذه المنطقة لكنها ظلت مشاريع عن ورق. النقطة الثالثة هي دعم النقل المدرسي والريفي، إذ أن هناك من أبنائنا من يتنقل السادسة صباحا ليصل إلى أمام المعهد أو المدرسة ويظل ينتظر إلى حدود الساعة الثامنة. النقطة الأخرى هي بالنسبة لنا
نقطة حارقة وهي مسألة الماء. مسألة الماء في الأرياف ليس كمسألة الماء في المدن، إذ أن الكلفة عالية وعالية جدا، مما يشكل عبئا على المواطن وعلى الجمعيات المائية، وهذا من الممكن مراجعته عبر دعم الطاقة البديلة، أي تزويد الآبار المخصصة للأرياف بالطاقة الشمسية، مما سيجعلها تتخلص من عبء استاج. النقطة الأخرى بالنسبة لجهتنا هي دعم الطاقات البديلة والمتجددة، وأيضا العودة في الاستثمار في القطاع المنجمي، خاصة أن منجم فج لهدوم أغلق ولا زال ثريا. شكرا لك سي رشدي الرويسي. جولة أولى من الأسئلة في لقائنا المباشر في نحو البرلمان. نمشيو لتقرير زميلنا نزار الزغدودي عن آخر في فقرة أخبار الهيئة، آخر أخبار الهيئة وحديث عن اللقاءات الجهوية للهيئة مع المترشحين للانتخابات. منذ انطلاق الحملة الانتخابية وعلى امتداد 3 أيام، عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإشراف من رئيسها وأعضاء مجلسها اجتماعات إعلامية مع المترشحين للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. اللقاء الأول كان بالعاصمة مع المترشحين بكل من تونس 1 وتونس 2 وإريانا ومنوبة وبن عروس وبنزرت وزغوان ونابل 1 ونابل 2 وبجا وجندوبة والكاف، فيما دار اللقاء الثاني بسوسة وشمل المترشحين بالهيئات الفرعية سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين، فيما احتضنت صفاقس أمس اللقاء الإعلامي الثالث الخاص بالهيئات الفرعية صفاقس 1 و2 وجابس وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين. وقد تم تخصيص هذه اللقاءات لإطلاع المترشحين على مختلف المراحل المتبقية من المسار الانتخابي والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، خاصة فيما يتعلق بأنشطة الحملة وضوابطها التنظيمية والمالية. شكرا نزار زغدودي. نواصل مع سلسلة الأسئلة ولقائنا اليوم مع زوز، والآن يعني في هذه الشوط الثالث من نحو البرلمان، سي رشدي رويسي وسي سامي القيدوني عن دائرة بعرادة قعفور الكريب برويس العروسة من ولاية سليانة. كان ألقينا زوز أسئلة، نمر للسؤال الثالث الآن. نبدأ معك سي رشدي رويسي. لولاية سليانة مقومات لأن تكون قطبا فلاحيا واعدا، كيف يمكن دعم ذلك داخل مجلس نواب الشعب من خلالك لو مررت تحت قبة البرلمان؟ شكرا. بالنسبة لسليانة هي فعلا قطب فلاحي ولها موقع استراتيجي يفتح على 7 ولايات، لكن لدينا مشاكل يمكن أن تحل تشريعيا، وهي مشاكل الأراضي الدولية المعطلة على الإنتاج والتي يمكن أن تعاد إلى الدورة من خلال تشريعات تشجع على الشركات الأهلية من ناحية، أو تشجع على إعادة هيكلة هذه الأراضي للاستفادة منها من الفلاحين تحت شعار الأرض لمزارعيها ليس لغيرهم. النقطة الثانية هي دعم الفلاحة والفلاحين عبر تسهيلات بالنسبة للزراعات الاستراتيجية المختصة بهذه الجهة. النقطة الأخرى هي تهيئة المناطق السقوية، خاصة وأن هناك العديد من الفلاحين قدموا دراسات أكلتها رفوف الوزارة أو المندوبيات الجهوية ولم ترى النور بعد، وأيضا مراجعة وترميم وإعادة قنوات الري بالعروسة، هذه القنوات التي أصبحت تمثل إضاعة للماء إضافة إلى كونها لم تصن منذ فترة طويلة، مما يجعل المنطقة عاجزة عن القيام بدورها التاريخي ودورها كمنطقة سقوية واعدة في الولاية. النقطة الأخرى هي إعادة فتح ملف المياه. بالنسبة للفلاحة يعانون مشكلة الماء، وهذه المياه في أغلبها أصبحت ملوثة نتيجة كوارث بيئية من محطات تطهير غير مراقبة وغير مهيئة تصب مباشرة في الأودية كواد تاسة واد المالح واد سليانة، وهو ما جعل الإنتاج الفلاحي يتراجع أو يفقد قيمته في الأسواق. النقطة الأخيرة هي تشجيع الشباب بقروض ميسرة لا باقتصاد ربوي يجعل
ما يعيده الشاب أضعافا مضاعفة كان يمكن أن يستثمر في الفلاحة؟ شكرا شكرا سي رشدي رويسي. نفس السؤال لسي سامي الجيتوني. لولاية سليانة مقومات لأن تكون قطبا فلاحيا واعدا، كيفاش يمكن دعم ذلك داخل مجلس نواب الشعب إذا الله رد ومرتم تحت قبة البرلمان؟ إن شاء الله ربي سهل. بالنسبة لولاية سليانة أنا نعطيك معطى، كونه الأراضي الدولية فيها المهيكل والغير مهيكل، المساحة الجملية تتعدى 65,000 هكتار، في حين حسب المعلومات اللي بلغتني عندنا 35,000 هكتار مهيكلة و 30,000 هكتار غير مهيكل. احنا النجم 35,000 هكتار نعطيه لكل شاب ما يقارب 30 هكتار، 30 هكتار فحسب. احنا بالنسبة للشبان نعملوا لهم عقد استغلال لمدة معينة. نعطيك مثال للذكر للحاصر، مثلا عمره 20 سنة باش نعطيوها أرض، نعطيوها أرض في عقد استغلال 40 سنة، في حين نزيدوه فصل من اللوطة كونه يلتزم باش يصب على روحه في صندوق الضمان الاجتماعي، بحيث وقت يوصل 60 سنة الأرض هذيك يعطيها لغيره، تعطيها الحاكم لغيره، هو يولي يتقاضى بونسيون دو ريتريت، يولي يتقاضى أجرة تقاعد صحيح، فهمني؟ هكا نضرب عصفورين بحجرة واحدة. احنا متقاعسين في هالموضوع هذا، احنا باش نجلبوا مواطن شغل قارة وتنتهي بمنح التقاعد، وبالموازات باش تولي سليانة قطب فلاحي. بالنسبة لنا احنا متقاعسين في الموضوع هذا. احنا عنا سد مرير اللي موجود في مدينة الأخوات اللي نوعدهم إن شاء الله أول مشروع متاعي اللي هي باش تولي بلدية، سد مرير اللي هو تم إنجازه عام 98 بتمويل من الاتحاد الأوروبي. فهمت؟ من الاتحاد الأوروبي التمويل متاعه، عنده 40 هكتار، عنده 40 هكتار بحذاه لتو موقع تقسيمها. هذه إجابتكم كانت على السؤال الثالث. نمر للسؤال الرابع. سي رشدي رويسي معاك، تردي البنية التحتية والنقص في وسائل النقل من أبرز مشاغل ولاية سليانة، هل لكم مشاريع حلول لتذليل هذه الإشكاليات؟ هذه النقطة ترتبط في حقيقة الأمر بالنقطة التي سبقتها، وقد قلنا أن من أولوياتنا فك العزلة. بالنسبة للطرقات يجب مراجعة كراسات الشروط وأيضا إنجاز طرقات جديدة والعمل على إنجاز تلك الطريقة السيارة التي ستشق شمال الولاية من بوعرادة إلى سيدي برويز وصولا إلى الكاف. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، المسالك الفلاحية، لدينا مسالك فلاحية رصدت ميزانيتها لكنها لم تنفذ إلى اليوم. من واجباتنا أيضا متابعة هذه المشاريع لإنجازها وإرجاعها واقعا لا حبرا على ورق. بالنسبة لفك العزلة أيضا يعود إلى مراجعة وإحياء الخط رقم 6 أو ما يعرف لدينا باللينيسيس. اللينيسيس خط القطار الذي كانت فيه محطة صيانة في قعفور، كانت فيه مواطن شغل، كانت فيه آفاق واعدة في نقل البضائع ونقل المسافرين، لكننا رأينا تردي هذا الخط وعودته إلى الوراء، سواء من ناحية التجهيزات عربات النقل أو من ناحية السكة التي أصبحت مهترئة ولم تعد تستجيب للتطلعات وكانت ناقلة للأشخاص والبضائع والأفكار، فأصبحت خطا معطلا ومعطلا للمواطنين على قضاء مصالحهم. بالنسبة للنقطة الأخرى هي ربط معتمديات شمال الولاية بالولاية رأسا، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية ولاية ومعتمدياتها معزولة ومنعزلة عنها. لذلك وجب أول بند من بنود القوانين والتشريعات التي سنسنها هي رعاية البنية التحتية، صيانتها وتدعيمها، حتى نخرج من هذا الواقع، واقع العزلة، واقع الركود والتخلف الاقتصادي، نحو اقتصاد جديد قادر على الإنتاج والتسويق والتواصل مع كامل الجمهورية.
شكرا سي رشدي رويسي. نذكر نحن الان نتحدث مع مترشحين من دائره بوراده قعفور الكريب برويس العروسه عن ولايه سليانه. حضرتك سي سامي لقيتوني منذ حين يعني لمحت وتحدثت عن المشاكل البنيه التحتيه، السؤال تردي البنيه التحتيه والنقص في وسائل النقل من ابرز مشاغل ولايه سليانه، المشاريع اللي باش تقدموا بها كحلول لتذليل هذه الاشكاليات. زيادة على تردي البنية التحتية، عنا عائق كبير في الجهة وهو تسوية الوضعية العقارية لأملاك الأجانب. احنا بالأمس القريب في مدينة بارادة، ناخذها على عين المثال، مدينة بارادة كان فيها مقر للشركة القومية للنقل لسنتين، كانت عنا خطوط تربط بين تونس وبارادة كامل اليوم عدة رحلات. اليوم المقر نتاع الشريك تبين اللي هو ظهر لي ملك أجانب، والشركة حولت وأغلقت أبوابها بحيث ما عادش عندنا شركة نقل. فلذا دعوة للسيد رئيس المدير العام للشركة المذكورة لو يسمع فيه يحاول يسوي الوضعية العقارية لمحطة النقل العمومي بمدينة بارادة، وهذا راي المتساكنين هم التشكاولي، ويحاول يرجع ينتصب ومرحبا بيا. ثانيا اهتراء السكر الحديدية، السكر الحديدية اللي تعود إلى الثلاثينات، السكر الحديدية اللي تمر انطلاقا من تونس إلى الدهماني إلى ترجع إلى الثمانينات أو إلى عشرينات القرن الماضي، فهي قد اهترأت. ونوعية القطارات اللي يبعثولنا فيها اللي يقوموا بالرحلات ويأمنوا هالرحلات هذوما، معناها راهي وضعية سيئة جدا، وضعية سيئة جدا القطارات في حد ذاتهم. زد على ذلك احنا ماذا بينا شركات تنتصب للحساب الخاص، لما لا في إطار أي مشروع خواص يقوموا بشركات نقل نعم من سليانة في وسط في ربوع ولاية سليانة. شكرا لك سي سامي لقيتوني. نمر للسؤال الخامس والأخير في لقائنا هذا المساء بالنسبة للدائرة بوعرادة قعفور الكريب العروسة برويس العروسة. سي رشدي الرويسي، ما هي مقترحاتكم للحد من معدلات البطالة سواء على المستوى الجهوي ولا على المستوى الوطني؟ شكرا. بالنسبة للمقترح الأول هو يعني تصنيع ثروات الجهة في الجهة، أي بعث مصانع تحويلية للمنتجات الفلاحية، مما من شأنه أن يدفع التشغيل في قطاعين، القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي. النقطة الثانية هي متابعة المشاريع التي كان مبرمجا أن تبعث في الجهة وعطلت لسبب أو لآخر، مثل معمل الكابل الذي كان مبرمجا في الكريب. النقطة الأخرى هي دعم المناطق الصناعية الموجودة والتي أصبح بعضها خارج الخدمة نتيجة عوامل يصعب شرحها أو يطول شرحها، منها أن المنطقة الصناعية بالعروسة مثلا معطلة من أجل محطة تطهير، كان من الممكن تلافي هذا النقص منذ الدراسات الأولى وجعل المنطقة في طور العمل والاستغلال. بالنسبة للنقطة الأخرى، قلنا كما قلنا في مستوى وطني دعم الشغل عن بعد والاقتصاد البديل الاقتصاد الإلكتروني، مما من شأنه أن يشجع الشباب، ومن شأننا أيضا أن نستفاد من تجارب مقارنة في المغرب أو مصر التي تجاوزتنا بأشواط في هذه النقطة، وكان من الممكن أن نكون منافسين لها وأن نستقطب رؤوس أموال وأن نستقطب أيضا عملة صعبة البلاد في أشد الحاجة إليها. بالنسبة أيضا التركيز على القطاع الفلاحي، بالنسبة للفلاحة الجديدة كالهيدروبوني التي لا تتطلب قطاع كبير من الأرض لكن مردوداتها عالية، وكان من الممكن أن تتوجه الدولة في هذا التوجه لتحقق اكتفائها الذاتي، لتشجع الشباب، لتشجع الإنتاج، ولتحقيق تراكم من نوعي في الثروة أو في رأس المال. النقطة الأخرى هي تشجيع الاستثمار،
وتشجيع الاستثمار عبر تشريعات وطنية ومنح الجهة التمييز الإيجابي الذي طالبت به ولا زالت تطالب به من أجل العدالة الجهوية. شكرا سي رجي الرويسي. سي سامي الجيتوني، سؤالنا الأخير لك هذا المساء، المقترحات اللي تقدمها للحد من معدلات البطالة سواء على مستوى جهاتكم ولا على المستوى الوطني؟ أولا الإحاطة بذوي الفئات الهشة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية بتمكينهم من مقاسم اجتماعية. ثانيا بعث مناطق صناعية في المناطق اللي ما هيش متواجدة فيها طبيعي جدا كما مدينة العروسة، وإعادة بعث الروح في الأماكن اللي سكر فيها المناطق الصناعية. نذكر على سبيل المثال قعفور بالأمس القريب كانوا فيها 7 معامل، عندنا معمل الحفاضات الكوش، معمل البابوش، معمل الزيتون والموالح وإلى غير ذلك. اليوم عندنا حتى معمل يخدم في قعفور المنطقة الصناعية أغلقت تماما، وهذا موضوع فيه شكاوي على بساط النشر داخل المحاكم بين البلدية وبين المستثمرين. في بارادة عندنا معمل البلاستيك، أول معمل تحدث في المنطقة الصناعية في بارادة، مسكر اليوم وفيه ما يقارب 3 هكتارات المساحة مسكر، ولا مصب للفضلات، ولا عامل مشكلة كبيرة في المنطقة هذيك. عندنا عديد من المستثمرين اللي ينتصبوا لا لشيء إلا لكونه بشيخه المنح، يتمتع بالمنح ويتمتع بالامتيازات الجبائية ويحاول يمشي يخدم في بقعة أخرى. احنا لهنا نطلبوا من السلك الدبلوماسي، نطلبوا بكل لطف من السلك الدبلوماسي زيادة على الدور المناط بعهدتهم. ماذا بينا يجلب لنا شوية مستثمرين أجانب لكونه يصعب على أولاد البلاد في الظرف الحالي باش يستثمروا. هذا ما هو شيء باش نطيح لهم العزائم نتاعهم، أما هذا اللي موجود. إن شاء الله ربي يوفقنا أجمعين، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن ناخبين، وبارك الله فيكم. شكرا لك، شكرا لك سي سامي الجيتوني، شكرا لك سي رشدي الرويسي. كان هذايا اللقاء ما بين الزوز مترشحين المتنافسين على مقعد بعرادة قعفور الكريب ورويس العروسة عن ولاية سليان. نذكركم اللي احنا في كنا توا الان منذ 9 لحدود توا 10:30 وجوزناها بدقائق برنامج نحو البرلمان الدور الثاني. اليوم كان لقانا الخميس 19 جانفي 2023، غدوة إن شاء الله الجمعة 20 جانفي باش نتلقاو في نفس الموعد من 9 إلى غاية 10:30 باش يكونوا عنا 3 دوائر عن كل دائرة يمثلوها أكيد زوز المترشحين المتنافسين. إذا كونوا في المتابعة مشاهدينا الكرام، نحييكم حيثما أنتم، تصبحوا على ألف خير.